أنا وسهلا مرحبا بكم في البارتي الثانية من التاسعة تريندينغ، البارتي اللي نخصوها كلنا الربع باش نحكيو على لي كرياتور دو كونتوني وخاصة لي كرياتور دو كونتوني اللي عندهم خدمة مؤثرة بالكدا. حكينا على دي كرياتور دو كونتوني يحكيو على القانون، حكينا على دي كرياتور دو كونتوني اللي مختصين في لي بودكاست. في الشهر اللي فات حكينا برشا مع دي انستغرامور ولا دي تيك توكر ولا ناس اللي عندهم ان كونتوني اللي يمتازوا به على لي ريزو سوسيو. اليوم باش نحاولوا نحكيو على ان كونتوني تربوي. كونتوني هذا نقاوه اساسا موجه مش لصغارات ولا للمراهقين كاو، لكن ايضا حتى للاباء، وهذه هي السبل الاساسيه نتاع ادوكير اللي باش نركزوا عليها اليوم في موعدنا مع التسعة تريندينغ. شيل ويذ ليليا كامون نحكيوا على ادوكير. ليليا كامون دابور انا ام، دونك عندي زوج صغار و سي غراس ا ميز انفون الحق وصلت للادوكير والمجال هذايا. تكونت عملت معناتها كارير في الفينانس، خدمت في عالم معناتها كي نغينا فوار افيك ليدوكاسيون. وبعد الحق ملي انا صغيره نحب العلاقات ونحب نحب الصغار ونحب لي ريلاسيون هيومين. جو سوي اون فام اكتيف، جو سوي انتربرونور وعندي قناعات كبيره اللي أنا اليوم معناتها خطوة صغيرة مع إدوكير نجم نبدلوا حاجة في المجتمع بتاعنا. إدوكير هو مركز تكوين، تكوين متاع الأولياء متاع المعلمين، كل إنسان يتعامل مع صغير عمره بين 0 و 12 سنة. والميسيون بتاعنا سي دو ديفوزي لإدوكاسيون بوزيتيف. إدوكاسيون بوزيتيف هي كيفاش نتعامل مع الصغير بطريقة فيرم وبيانفيان. أنا يظهر لي مهم برشا برشا، هذاك علاش داير خلقنا إدوكير، على خاطر اليوم نعرفوا التربية متاع قبل ما عادش نجم تنجح، على خاطر صغار يعيشوا في انفيرونمون جديد، العالم تبدل، والرابور دو فورس فينالمون كي نشوفوا وين مشي وصلنا، مشي وصلنا برشا عرك كان مش في الصغرى في الأدوليسونس، مش في الأدوليسونس بعد كي كبر. دونك ليدوكاسيون بوزيتيف تعطينا حلول، تعطينا دي تكنيك باش نلقاو ليكيليبر بين كيما قلت فيرمتي وبيانفيونس، الحذر في نفس الوقت نفهموا الصغير ونفهموا العالم نتاعو، توت ان فما اون ميتون ان كادر. جيت هكاك باكسبيريونس صغيره داير بدينا عمناول، وقالوا لي هيا اعمل دي فيديو اعمل دي فيديو. دونك جربت الفيديو لقيت فما معناتها انتراكسيون كبيره من عند البوبليك. يا اخي كملنا هكاك، ما كانش لانتونسيون باش ندخل في السوشيال ميديا، لانتونسيون تاعنا كانت باش نعمو ونديفوز افكار جدد اوتور دو ليدوكاسيون. لي كابسول فيديو هذوما هما اللي خلاو العباد يعرفوا اكثر ادوكير، اما كون فما كانش هذاك الهدف الاولاني نتاعنا. الهدف الاولاني نتاعنا هو انه احنا داير نخدموا اكثر مع الكاتب، نخدموا مع الاولياء. الهدف نتاعنا سي دو ديفوزي لابروش هذيا باش العباد تسمع حاجه جديده وتجرب حاجه جديده. احنا عندنا كونت فيسبوك وعندنا كونت انستغرام، هما اللي اكثر معناتها بدينا كونت كومونسي ديفوزي، بدينا باللي بلاتفورم هذوما، وزيد عملنا تيك توك الشهر اللي فات. دونك على فيسبوك اكثر فما عباد تبع فينا لي برشا اسئله الحق من عند اولياء، زاد كيف يحبوا على حلول. ولدي ما يسمعنيش، ولدي يعمل لي في مخه، ولدي صعيب، ما نعرفش علاش تصرف هكاكا، ما يحبش يرقد وحده، يعمل دي كريز حاسيلو. وسادة حتى كي نطلع في العمر كالعشر 11 سنه ما عادش كيفاش نتصرف معاه ولا ما عادش نسمع الكلام. دونك هذوما نسميهم احنا لا نورماليتي. هل عارف لي كومبورتمون هذوما الكل سون دي كومبورتمون ناتوريل نورمو، واحنا عندنا كيفاش نفهموهم. كي نفهموهم نجم نلقاو الحلول. فما فيديو هبطناه لقات تفاعل كبير اللي هو يقول كيفاش نجم نعمل باش كي نتغشش ونحس روحي تنرفزت ما نغلطش مع صغيري نضرب ولا نعمل حاجه، اللي هو نمس حاجه بارده، نلوش حاجه بارده ونحط يدي على حاجه بارده، لو كونتاكت افيك سيرفاس فواد كو سوسوا في يدي ولا حتى كاني في الدار نجم نمشي حافي. دونك هذاك لقى تفاعل كبير ايجابي، وفما عباد زاد قالوا كيفاش لازم نحط روحي في الفريجيدير ويلزمني. دونك فما برشا ثمار ولا محاله على لي ريزو سوسيو. اما هو الفكره سي جوست خاطر احنا كي نبداو في ليتا هذاك سوفون نغلطوا نعملوا حاجات نندموا عليهم. دونك ساعات واحد كان يجيه اللحظه هذيك انه يا خو طونت بوز ويوخر ويلوش حاجه يمسها ولا حتى يحل الشباك انه في الكرهبه ولا يتنفس ينجم بعديك يعطي لا بون ريبونس. ك
تحس روحك متغشش برشا وقريب باش تغلط مع صغيرك. احسن حاجه تنجم تعملها هي تلوج حاجه بارده تمسها، مثلا تحط يديك على الطاوله ولا تحل سباله تغسل يديك ولا تشرب كاس ماء، كانك في الكهرباء تحل الشباك، وكانك في الدار تنجم تمشي حافي. لكن الكونتاكت مع حاجه بارده باش يخليك تهدى، اي سي سورتو افيكاس كان فرض وقت تعمل تنفس عميق 3 ولا 4 مرات حتى لين الكريز تتعدى. ما نجمش نقول نجحت، خاطر هذه ماهيش حاجه نوصلولها، فماش نقطه بدايه ونقطه نهايه باش نقولوا سي وصلت ونجحت. هو طريق استشما، وكل واحد في سنيته باش يكون في النيفو نتاعو. دونك انا نجم نقول سي كو قاعده نساهم باش جو ديفوز لغه جديده وكلام جديد ودي زابروش جدد، تتر شويه واي. دونك مي نجحت ما نعرفش، مازلت ما نجحتش، خاطر ما نتصورش لي نهار نقول اي سي كملنا والعباد الكل قاعدين احنا نطبقوا في الادوكاسيون بوزيتيف، على خاطر هو تمشي ماهيش غوسيت توت فات. انا ما عنديش كونت انستغرام وما عنديش كونت تيك توك، ولي كونت هذوما كان على ادوكير. ادوكير تعمل في الانفلونس، قاعده معناتها توعي، قاعده تفيق، قاعده تقول في كلام معناتها باش تخلي العباد ينجموا يراو حاجه اخرى بارابور اللي قاعدين يعملوا فيه توا. معناتها هي الانفلونس كو قاعد يوري للعباد حاجه اخرى، حاجه تنجم تعاونهم في حياتهم. دونك جو بونس كو ادوكير انفلونسور. برشا صبر وبرشا محبه، على خاطر كيما نقولوا احنا لي جورني سون لونغ مي لي زاني سون كورت. معناتها نهار يظهر طويل وصعيب مع الصغار، مي فينالمون في ساعة يتعدى. اي دونك نغمضوا عينينا نحلوهم نلقاهم سي ولدنا عمره 15 سنه و 18 سنه و 25 سنه. دونك برشا صبر، على خاطر هذوك هما صغار يحبوا برشا صبر برشا محبه. وحاجه اخرى، راهو كل تصرف نتاع صغير عنده مفهومه وعنده لي زاستوس نتاعو وعنده لي ريزون نتاعو. دونك كي نتعمقوا شويه نجمو نلقاو الحلول. نجم نقول لك اللي قبل عامين ونص ولا حتى 3 سنين ما فماش ايجابيات، معناتها كي نجيو نشوفوا نلقاو السلبيات نتاع لي زيكرون اكبر برشا من اللي شنو باش يتعلم الصغير، على خاطر الصغير في العمر هذاك حاجته باش يتعلم بالاون ديريكت لي زانتيراكسيون، لازمو يمس لازمو يحكي، حاجته باش يعيش في عالم 3D مش على ايكرون. دونك ماذا بينا قبل 3 سنين اون ايفيت لي زيكرون اقصى ما يمكن، على خاطر نعرفوا اللي فما دي زيفي بعديك. وبعد بشويه بشويه لازمنا نعملوا ليدوكاسيون للزيكرون، معناتها صغير مش نعطيوه التليفون ويمشي ولا يتفرج على التلفزه يتفرج هكاك وحده، لازمنا نوجهوه، لازمنا نعلموه ليزيكرون راهم عندهم منفعه ونجم يضرونا. دونك كلها في ليدوكاسيون، ومعناتها ما نفرطوش في حتى شيء، كما في كل شيء ولا محاله ديما نتعلموا اون كونسوم افيك موديراسيون. ميتا اعلنت البارح انها باش تبدل الطريقه نتاع سيبلاج نتاع البوبليسيتي نتاعها بالنسبه لليزادوليسون على فيسبوك وعلى انستغرام. ميتا باش تنحي كل ما هو طرق لتتبع ليزادوليسون المراهقين على لي بلاتفورم نتاعها نتاع السوشيال ميديا، مثلا الشواء نتاع العمر اللوكاليزاسيون والجنس نتاع السيبل باش يتنحى بالنسبه للمراهقين. الخطوه هذه خطوه منتظره من مده بالنسبه لشركه ميتا، بما انها تعهدت انها باش تبدل القواعد نتاعها بالنسبه للبوبليسيتي فيما يخص التعامل مع المراهقين والصغار اللي يستعملوا لي بلاتفورم نتاعها. هي خطوه واحده اخرى في وسط خطوات اخرى منتظره من شركه ميتا لابراز جديه القرارات نتاعها وجديتها في التعامل مع المحتوى المخصص للمراهقين بعد الكثير من الانتقادات اللي تم توجيهها للشركه في الاشهر والسنوات القليله اللي فاتت. كنا حكينا في اول الجمعه على جديد بالنسبه لتويتر في الفيرسيون الجايه نتاعو، وما بين الحاجات اللي حكينا عليها الانترفاس الجديده نتاع تويتر. الانترفاس نتاع تويتر يمكن ياسر باش تجيب برشا حاجات انسبيري من لي كونكورون نتاعها. فات ما نحكيوش على دي كونكورون مباشرين، لكن دي ريزو سوسيو اللي يلقاو نجاح على المستوى العالمي وابرزهم بالطبيعه تيك توك. ما بين الحاجات الجديده تويتر اللي بدا على اي او اس تجربه جديده بالنسبه للي تابز على الابليكاسيون نتاعو مع انجلي جديد اسمه فور يو، ومن خلاله تلقاو لي تويت نتاع ابرز لي كونت اللي تبعوهم، وهذا بالاعتماد على الجوريثم خاص من تويتر. استنوا برشا تجارب برشا حاجات جديده بالنسبه لتويتر في الانترفاس نتاعو كو على اي او اس ولا اندرويد في الاسابيع الجايه. Some
شركة ميتا بدأت تحذر لقتل بعض من الموديل متاع الكاسك متاع رياليتي فيرتوال متاعها. نحكي لنا على الميتا كويست في الفيرسيون الأولانية متاعها، واللي الشركة أعلنت على إيقاف السبور متاعها في 2024. الشركة بشتولي تركز أكثر على لوكولوس كويست 2 كأنتري دقام، وبتبيع الكاسك متاعها أوكولوس كويست برو ككاسك بريميوم. 17 فيفري 2023 تخرج تيلز اوف سيمفونيا ريماسترد. الجو هذايا اللي منتظره في الاسابيع الجايه. البارح خرج تريلر جديد يوري الجيم بلاي نتاعها. نتفرجوا في التريلر هذايا. Your swordsmanship is unrefined. Texts are powerful abilities that can help you win a battle or avoid death for longer. Unison attacks can be performed once the unison gauge at the bottom of the screen is filled. Fully unleash a powerful team attack and claim victory. Just like the way you saved me. The enemy never gives up, so properly take care of yourself. Use the optimal option to quickly equip your party for battle. No way! From an array of impressive weapons and armor to stat-boosting accessories, utilizing items along the way to tend to your bruises. There! All talk, no action. Craft delicious recipes to help replenish your HP or TP. Though the journey is filled with peril dangers, cross thrust, lightning punch, it's teamwork that will make the quest to regenerate the world worth it. الوقت يتعدى بزربة معكم. نتقابل معكم سالة غدا في رانديفو جديد مع تسعة تريندينغ، نحكي فيه على آخر أخبار التكنولوجيا. نكملوا جمعتنا كالعادة بالبلانينج متاع أبرز ما فما بالنسبة للسيريات والأفلام بالنسبة للويكاند، وبتبيع الجو فيديو زادة اللي يخرجوا فيه آخر الجمعة هذية. نستنوا منكم التفاعل على الباش فيسبوك متاع قناة التسعة والشين يوتيوب زادة، وين تجبوا تعادوا تتفرجوا في الحلقات الكل متاع التسعة تريندينغ. شكرا لكم على حسن المتابعة. تحية محمد علي السويسي في لمن.